برع السعوديون في فنون الطهي وأبدعوا فيه حتى صار لهم طابع وبصمة خاصة بهم. في هذه الفقرة رح يكون معنا في الاستوديو الشيف سامي العنزي اللي تميز بوصفاته الشعبية السعودية واللي قدمها بطريقة عالمية ومختلفة. نتعرف عليه أكثر. هلا وسهلا بك شيف سامي، منورنا. يعني ما شاء الله ريحة الاستوديو والسمك يعني شيء يفتح النفس. اليوم بدنا نغير شوي. يديك العافية. نحتاج المأكولات البحرية خاصة بالصيف. الله الله طبعا شيء رائع، لكن في البداية خليني أسألك، لماذا الأكلات الشعبية بالذات اللي تخصصت فيها؟ أنا تخصصي بالأكل الأكل البحري. نعم. تخصصت فيه يعني غير الأكل الشعبي بشكل عام. احنا ما نقول الأكل الشعبي، خلينا نتكلم عن المطبخ السعودي. المطبخ السعودي. أو نقول الأكلات السعودية. الأكلات السعودية. تمام. صح. الآن ما شاء الله أنت عارفة اتجاه السياحة كله عندنا في المملكة العربية السعودية. صحيح. فحنا الآن لازم نطور الأكل عندنا. ما شاء الله عندنا منيو كبير. متنوع جدا. متنوع من جميع مناطق المملكة. مظبوط. فحنا الآن نشتغل على تطوير الأكل السعودي. تمام. أو تطوير المطبخ السعودي، وإن شاء الله أننا ننقل المطبخ السعودي للعالمية بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. طيب شيف، يمكن كثير من الأكلات الشعبية فعلا اللي هي بتنقل تراثنا، بتوري العالم إحنا إيش عندنا. بالضبط. بتوري للناس كيف الطريقة في طريقة معينة في صب هذا الأكل، في تزيين هذا الأكل، وحتى نسبة البهارات وتمليحه قد إيه بيلعب دور أساسي الأكلات الشعبية حول العالم، إنه هي تنقل لهم صورة مختلفة أو تغير من نوع من أنواع الصور النمطية اللي كانوا متعودين عليها. ممتاز. احنا ممكن ننقل هذه الطريقه هذه بتقديم احترافي. كيف يعني تقديم يعني عصري والاكل شعبي؟ بالضبط. بس كيف ممكن نسوي نمزج بين هذا الموضوعين؟ نقدر يعني نسوي اي يعني مثلا ما شاء الله عندنا الان مطابخ سعوديه او مطاعم سعوديه الان تخصصوا في الاكل السعودي، ما شاء الله من المطاعم الراقيه عندنا. تمام. فبدوا يشتغلون على طريقه البرزنتيشن، طريقة التقديم للأكل بشكل احترافي. مثلا خلينا نتكلم عن الجريش. سواه بشكل كرات يعني. كرات وعايفين حتى السليق زي روزيتو. بالضبط. فبدوا يشتغلون على هالطريقة هذه بحيث أن الأجانب أو الناس تتقبل هذا الشيء. وأهم نقطة عندنا أننا نحافظ على الطعم. على الطعم. ما طبعاً. نفقد الطعم. نحافظ على الأصالة. نعم. طيب أنا هستكمل سؤال عبير. إحنا الآن زي ما تفضلت عبير وقالت، إحنا أحيانا الأكلات هي بوابة انتقال الثقافة من المحلية إلى العالمية. إيش اللي لسه إحنا نحتاجه إنه يحصل في المطبخ السعودي عشان يتحول؟ مش كل الأكلات عندنا الآن عالمية ولا كل الأكلات. بالضبط. يعني لو تسأل أي أحد ثاني إيش الأكلة الخليجية، ما أقول لك كبسة. صح. هو أول شيء. طب الباقي ليش الجريش مش معروف؟ ليش السليق مش معروف؟ ليش الرز الحساوي مش معروف؟ ليش ما أخذوا نفس؟ أنا ترى اشتغلت على الرز الحساوي بشكل كبير، زرت الحسا علشان أتعلم برضو. لأنه أول حلو. نقطة عندنا الرز الحساوي يزرع عندنا في المملكة العربية السعودية. صح. تحديدا ما يزرع إلا في مدينة الأحساء. حلو، هذه معلومة جديدة علي. تمام. صراحة. من جد. وقليل ناس يعرفون أو قليل ناس اللي جربوه، يمكن يسمعون عنه بس ما حد جربه. من أطيب الأكلات. من ألذ. الأسبوع الجاي طال عمرك. خلاص. أيوة. لو سمحتي بكرة. والله مش موجودة أجيب. فالرز الحساوي صراحة ايش يميز الرز الحساوي؟ معلش بس لانه انت قلت انه شيء لذيذ. اللون. اوكي. لونه بني. لونه بني غامق. بني كذا زي لون صياديه. لا بس هو كذا تشتغل عليه عشان تسوينا صياديه. أي. هو لونه الاساسي. هو نعم. الرز جميل. تمام. في اكلات كثيره مثل عندك الرز الحساوي لذيذ، فيه فوائد كثيره. تمام. ومو كل اي واحد يطبخه صراحه. كثير حتى في ناس يعني يقول لك انا شيف بس ما عمري طبخته اصلا. ما حد جربه، ما حد خاضه. هو صعب شويه. صعب. هو مو صعب بس يبي له وقت. يبي له وقت طعم معين. دي نكهه معينه. ما يبي نكهه معينه، يبي وقت بالتنقيع لانه يشرب المويه. هو ياخذ مويه كثير. فاشتغلنا عليه الحمد لله. كل الشيفز السعودي الان يعرف الرز الحساب. ركزوا عليه لانه لازم يعني ليش نقل الحضارة والثقافة. بالضبط. نقل الحضارة والثقافة وموجود يزرع عندنا شيء نفتخر فيه. شيء مش موجود في العالم كله غير عندك. هذه معلومة مهمة جدا صراحة. صح. فأنا اشتغل أنا واحد من الناس يعني آخر سنة ونص تقريبا أو سنتين ركزت على الرز الحساوي بشكل قوي جدا صراحة.
حلو. لازم اطلع الرز الحساوي لازم ضروري لازم يعني باذن الله. طيب بشف سامي، بغض النظر عن الاكلات الشعبيه السعوديه، ايش انواع الكوزينز او المطابخ العالميه اللي ممكن تجذبك كمان؟ اللي يجذبني الايطالي صراحه. الايطالي؟ طبعا احبه صراحه بكل ما فيه صراحه، يعني الهوم ميد باستا وكذا يعني، والكل يقدر يسويه بالبيت يعني. صح، الايطالي يعني اي شخص بالبيت يقدر يسويه ولذيذ، وانا صراحه احب الكوزين هذا. صح، الكوزين الايطالي بالضبط. طيب ايش اكثر شيء يميز الكوزين الايطالي انت كمان خلينا نقول بتتقنه بقوه؟ هم شوفي ما عندهم ترى منيو كبير اصلا، هو بيتزا باستا الاجبان البوراتا والموزاريلا والاشياء اللطيفه دي عندهم يعني، ولكن الاكلات اللي موجوده عندنا في المطاعم يعني المنيو حقها قليل، اشياء بسيطه اشياء بسيطه، فالكل يقدر يسويها بالبيت. مظبوط، ما شاء الله الناس قاعده تبدع فيها شيء كبير يعني. انا شايف انه الحين ما شاء الله يعني زي ما ذكرت في بدايه كلامك، شايف انه مستقبلنا وتوجهنا الان ومستقبل مستقبلك فعلا هو السياحه. بالضبط. يمكن هذا اللي قاعد يصير مؤخرا، كم الهائل من الوظائف والعدد الهائل من الوظائف اللي راح تصير ان شاء الله الين عام 2030. نعم. قد ايه هذا راح يلعب دور في نقل الثقافه السعوديه سواء باكلنا شيء يعني. الان حتى انشأوا هيئه الطهاة. صحيح، تمام، ممتاز. الهيئه هذه الان قاعده تشتغل على الشيف السعودي بالابتعاث برا، تطوير الناس. ايش حيتعلم الشيف السعودي برا؟ يتعلم الانترناشونال، يعني المطابخ الانترناشونال، المطابخ العالميه لازم يكون متقنها، لانه هيشتغل في فنادق عالميه. هل عشان يكتسب المعايير؟ لانه احنا مثلا لو هنعزز سياحتنا، فاحنا نعزز سياحتنا بثقافتنا باكلاتنا، واحنا ما شاء الله عندنا منيو كبير. مرة. صح، اهل الجنوب غير اهل الشمال غير اهل نجد غير اهل الشرقيه، وكلهم لهم اصلا لو ألذ منيو عندنا اصلا احنا. اي والله بالضبط. فلما ابتعثوا لبرا يتعلم جميع الثقافات. اوكي، تمام. لان الشيف اللي يشتغل بالفنادق الفايف ستار لازم ممكن يكون يجون الناس من برا ما يبون الاكلات الشعبيه، فلازم احط لي مثلا انا عندي ركن شعبي وعندي ركن الانترناشونال. مظبوط، فلازم الناس تكون مبدعه فيها، تنوع الادواق. بالضبط. طيب شيف سامي، يعني انا ما ابغى تضيعي وقت لبنى لانه لازم تذوق. انا ابغى اول قبل انا اول شيء اهم شيء عندي لبنى تاكل. لا لبنى ما شاء الله من اهل الشرقيه. ايه. بالضبط، وهذا عباره عن عندها طياره بعد شوي. بالضبط، هذا ايش بس انا انت قلت لي انه هذا السمك محشي ربيان. هذا السمك ايش هذا الاجرام؟ محشي ربيان اليوم ان شاء الله هتستمتعون بألذ سمك. طب نبغى نفتح ونشوف على الهواء. يلا يعني نجرب على الهواء. يعني يا ريت لو نقرف. لا ابغى اجرب. خلي الشيف يفتح السمك. لا لا لا، لا. انا ابي لبنى. يلا صراحة اكيد إيه. من غير تهور انا داخله. التحدي يا جماعه. ليش؟ لانها متحمسه، فاذا هي متحمسه هتاكل شيء. والله كلنا متحمسين يعني شيء. طيب. انا متحمسه جدا، فهمسك الصحن. طيب بس وتاكل وهاكل. طيب الباقي علي. طيب كلمنا عن الاكل، ايش نوع السمك هذا؟ هذا السمك سيباس. سيباس. طبعا السمك هذا السيباس سمك سعودي. يزرع في البحر الاحمر. الله، جميل. تمام، بس اسمه بالعربي ايه؟ اسمه بالسعودي ايه؟ ناجل؟ لا لا لا، مو ناجل. هاي. ما تعرفين الا ناجل بس. والله ناجل وحريد الامور هذه اللي اعرفها. بس ثلاث انواع. انا اعرف السيباس في اوروبا. شوفي السيباس هو في اوروبا. مظبوط. واشتهروا فيه في تركيا بعد. ولكن الان سووا له زراعه عندنا في تبوك. ممتاز. تمام، في البحر الاحمر. يزرعونه في البحر، يعني ما يزرعونه في المزارع العاديه في المويه العاديه. واو. بنفس البيئة سووا له، أنا شفت البرزنتيشن حقه بنفس البيئة. طيب خلينا نشرح عن سمكنا. سمكنا عاد نشرح ونقطع سوا عشان الوقت. فنفس البيئة اللي يعيش فيها السمك برا أنشأوها له جوا البحر الأحمر. الله الله، جاهزة؟ إي جاهزة. الله. يعني ما شاء الله عليك. أول شيء نحط لك من هذا الرز. الله واضح. لازم طبعا وبعطيك أنت لأنك لأنك طيارة لازم تكون. إي هيظبطك أنت، فأنت تعطيه رأيك. هذا الربيان اللي هنا. ربيان لك واحدة هنا بعد. الله عليك. أخذ لك شوي من الكشنة. بنات قاعدة يعني والله شيء يفتح النفس يعني ما شاء الله يديك العافية. أخذ لك من الرز الثاني، هذا رز بالزعفران. رز غير. هذا غير. إيه 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 ضبطينكم اليوم. عبير جربي. أنا هجرب. جربي لازم. ما شاء الله. شوف سامي ما شاء الله واضح إنه عندك كم هائل من المعلومات والطرق التقديم المختلفة والأكلات سواء كانت شعبية أو من مطاعم مختلفة. إيه بلدة عربية أو بلدة أوروبية أكيد إلا ما كان لك بعض المشاركات اللي ما شاء الله ممكن تكون دي عن داخل المملكة أو خارج المملكة. والله أنا أنشأت معارض كثيرة تخص الطبخ. ممتاز.
كانت في رمضان مو اللي فات اللي قبله، قبل رمضان اللي قبل كورونا. ف وشاركت في موسم الرياض في تيست اوف ذا وورد. نايس اوكي. التذوق العالمي. وشاركت في مهرجان المأكولات تبع المأكولات العالمية تحت رعاية لولو ماركت. شاركت والله بمهرجانات كثيرة صراحة. تسلم يدك. كيف؟ لا أنا أحس إنها سكتت كده. لا تسلم يدك والله العظيم إنه يعني كملوا أنتوا الحلقة. يلا إحنا بالعكس أنا مبسوط. لا طب أوكي حكيني إيش الفرق بين الرز الزعفران والرز الثاني؟ نبغى نفهم نعرف إذا أنتم متذوقة صح ولا لا. السمكة كيف طعمها؟ الشريم كيف طعمه؟ شوف أنا دائما أسوي السمك مشوي. مشوي حلو. هو أفضل أحس شيء. في طرق، في طرق كثيرة. فدائما الناس تشتكي من الطرق إنه يقول لك دائما أخذ ناشف. أي. فأنت كيف معك الجوسي؟ جوسي. هذه كمان هذا سر المهنة أكيد. هو مش سر. هو الواحد لازم يبدع ويبتكر. تمام. يعني في غيري ناس واجد اللي يشتغلون على الموضوع هذا، ولكن أنا تخصصت في الأكل البحري الحمد لله قدرت أجيب نتيجة جدا جدا ممتازة. لا بس أنا ملاحظة السمكة، أنت متخيلين تأكلي سمكة فيها نكهة ربيان؟ يعني كيف أشرح لك إياها؟ سمكة محشية بربيان، فالربيان الله دخلنا على بعض. في شيء في كومبينيشن غريب. لازم تجربين أنت الحين. أكيد كلنا حنجرب. أنا حنجرب. كلنا حنجرب يا شفتي يعني. بس خلينا نكون كذا نواجه بعض ونصارح بعض. مين اللي أكثر تميز؟ أنا شيف الرجال ولا السيدات؟ الشيف الرجل. الرجال. طب استنى انت كم انت كمان علينا عبي. لا بس الشيف الرجل فعليا. ليش انا اقول لك ايه؟ اكثر الفنادق الفايف ستار اول ما دخلوا فيها الرجال وما زالوا موجودين. بس لا حتى الان لما فتح المجال للسيدات اثبتوا نفسهم. السنتين او الثلاث سنوات الاخيره ما شاء الله يعني النساء بدوا يسيطرون على الفنادق، على الفنادق بشكل مزبوط لانهم محترفين صراحه. طيب اذا ليش تقول للرجال؟ لا بس عالميا الرجال تتكلمي بالاكثر زمان الرجال. ولكن الان ما شاء الله النساء التحدي صار صعب، حطوا ايدينهم في الموضوع بدوا يتحدون وصلوا صراحه. صح للامانه يعني في المرأة. المجال هذا انا معك. المجال مفتوح للجميع. للرجال اكيد يعني. اكيد طبعا. وفي كثير يمكن شيف السعوديات ريم كانوا متواجدات معانا في برنامج سيدتي يعطيهم الف عافيه، من جد اثبتوا نفسهم في مطاعم كثيره هم ماسكينها وفي مجال فنادق من جد بدعوا. بس انا لاحظت انه انت كذا مره قلت انت تحب اي اكل فيه حاجات بحريه انت بتبدع فيه اكثر. هذيك المره كمان عرضنا لك شف فيديو كنت بتسوي لنا اكل فيه نكهه تندوريه، يعني فيه شيء كده ما هو عربي يعني. احنا سوينا مأكولات بحريه كامله. حاشي تندوري. لا هذا غير. هو التندوري هذا الحاشي التندوري. ايه حكينا عنه. طبعا احنا عندنا ابتكارات يومية صراحة، خاصة اللي كان يتابعنا احنا على السوشيال ميديا انا وصديقي واخوي عبد العزيز الشعيبي عندنا ابتكارات يومية وكل شيء جديد نسويه احنا عندنا في المنصة الإعلامية. انا قاعد اخلي حاشي تندوري. فحنا جبنا حاشي كامل. حلو. تمام. فقلنا نبي نسوي طريقة مبتكرة. جديدة. طريقة جديدة. اوه زي هذا. ما نبي أي شيء يعني. مش شيء تقليدي. فاحنا سوينا الحاشي التندوري. شوف شكله. بالضبط. الله عليك الله. لبسناه مش طبيعي. العقد بالفلفل، شايفة كيف؟ سوينا له قلادة. روعة. حاشي تندوري بكرة غير طبيعية. إبداع. مرة يعني شوف هي في الأخير أكلة عربية خليجية سعودية بس قدمت بطريقة احترافية وطريقة مختلفة. من جد طريقة هندية. يعني سوينا حتى الرز برياني والحاشي تندوري. الرز برياني. الرز برياني. الله. فشيء كان جدا مميز ولذيذ. يعني احنا سعيدين. سوينا برضو عنا انا واخوي عبد العزيز الشعيبي بعد سوينا اكبر برجر. واو. ما ادري موجودة عندكم ولا هذا الحاشي. لا مو هذا. هذا الحاشي بس برضو البرجر يعني فكرة كمان مميزة. سوينا جداً أكبر يعني. برجر في الخبز الريفي اللي يجيب. فاحنا عندنا إبداعات دائما. إبداع طبعاً هذا هو التميز. التميز. أنا بالنسبة لي حالياً أكبر إبداع قاعد أشوفه هو قدامي. أنت تعرف تختمي؟ أبغى أنا قاعدة أنا ليش قاعدة أبغى أختم؟
ابغى ادق بالخمس زي ما يقولوا يعني كلنا عرفتي يعني كلنا انا بستناك تستنى فصراحه والله العظيم بدون مجامله بدون مبالغه وليس الطبق جدا شهي فاشكرك شيف سامي على هذا الابداع صراحه وعلى هذا الطبق احنا يعني انا صراحه اول حلقه يمكن احرص اني اختم بسرعه عشان ابغى عشان تبغى تتغدي تتعشي مع بعض مرتين وراك طياره مالوفه اعزائي المشاهدين كانت حلقتنا جدا مميزه وصلنا لختامها نترككم في امان الله نشوفكم بكره في حلقه جديده.